شغل واقف يا اسطى، الدنيا بتقع. شغل واقف ليه؟ حفرنا مطرح ما انت قلت، بس الحته غويطه، الميه تحت ضلمه كحل. العيال اتجت على الحفاره بزياده، راحت المكنه شحطه منهم. وايه اللي شحط في المكنه؟ في تحت كتله صخريه كبيره متغطيه بالتين، اللوكشه دي بقى هي اللي قطع علينا. الناس قاسية وقعدت تلم الشغل. تلم الشغل ايه؟ هو تهريج. انت رايح فين؟ ما خلاص بقى يا مصطفى، انت مش ناوي تحل؟ مش هحل حاجه ولا هحل حد يا ويش. علشان ايه يا مصطفى؟ احنا ما طلعناش باي انتاج، ولسه ورانا فلوس ناس، ولازم ترجع. وما تنساش اتفاقك مع اللي اسمه فراس، ولغايه دلوقتي ما تنفذش. يلا بينا ناخد الواد ده ونهرب من هنا. مش همشي من هنا غير وانا معايا اللي يجيب رقبه عصران واللي بيتحمى فيهم واللي بيتشدد لهم. في ايه يا ويش؟ بست رمي وحق عمك سعداوي، والسؤال اللي اجابته عند شريف منصور واللي عشت عمري وانا بدور عليه. عايز تهرب اهرب يا ويش، انا مش هرجع من هنا خسران. وانا من امتى سبتك وهربت يا صاحبي؟ خلاص بقى انا معاك ان شاء الله على الموت. خلاص انا اروح اشوف المصيبه اللي بتحصل هناك، ولما الواد ده يروح يبقى حصان. ماشي، وادي قاعد يا عم ميدا. يعني الليني وميدا انا سايب ومخبيين عليا؟ لا لا لا، احنا متجوزين في السر، ابويا ما يعرفش حاجه، والنبي اوعى تقول له. لا تقفل من بقك، اقول له ايه بقى ويقول لي ايه؟ ده تلاقيه عرف لوحده. عرف منين؟ ده انا مش لاقي ابويا اصلا، ده فص ملح وداب. سيبك من ابوكي، قولي لي بقى جايلي هنا ليه؟ بصراحه كده انا جايه لك عشان تجيب لي حق يا معلم. حق ايه؟ ميدا غايب، وانا عايزه اتمكن من الورث السعدوي كله، المحل والورشه، والعيال اللي شغالين هناك خرجوني بره الليله خالص، وحاطين ايديهم على الشغل ومنعيني ادخل المحل، وانا ماليش حد يا معلم. فقلت اجيلك كده من الاخر تجيب لي حقي. لا، ايه اللي اخداني الحق؟ دي حاجه تزعلني قوي. اسمهم ايه العيال دول؟ ايمن وسيد ومسيد. مسيد، ماشي. روحي انت دلوقتي يا حبيبتي، وبكره الصبح يبقوا المحل والورشه في حياستك. انا متشكره قوي يا معلم، مش عارفه اقول لك ايه والله. لا لا لا، ما تقوليش حاجه، انا عايزك بس تعتبريني زي ميدا بالظبط، ولو احتجت اي حاجه اي حاجه انا سداد. ربنا يخليك يا معلم، يدوم عزك. بس خدي بالك بقى، طالما جيتي لي لحد هنا وصدرتيني، يبقى لازم تسمعي كلامي وتبقي في طوعي، لان اللي بيخرج عن طوعي بيزعل. اللي تؤمر بيه يا معلم. مع السلامه. الف سلامه، الف سلامه. معروف، اللي تؤمر بيه يا معلم. بكره الصبح عايزك تجيب لي العيال اللي شغالين في الورشه بتاعت السعداوي، والبنت دي هتفتح الورشه والمحل من بكره. تمام، بس لا مؤاخذه يا معلم، لا مؤاخذه، يعني في ساعات حاجات بتعدي عليك، الاجهر كده هيقمط علينا، واحنا عايزين نشتري خاطره عشان حتتين الالماز اللي معاه. هارش كلام يا معلم. انا كم 100 مره اقول لك ما تراجعنيش في كلام اقوله، فاهم؟ هتفضل حمار لغايه امتى؟ افهم يا حمار، الاجهر ده بالنسبه لي كوبري، هنعدي بيه للمصلحه، ناخد خيره وبعدين ندوس عليه بالجزمه. فهمت؟ افهم افهم. تمام يا معلم، فهمت فهمت، حاجه عليا.